احنا حب شوق وحنين ان شاء الله دايما متواصلين للقرابة وللغايبين ان شاء الله دايما تامين ولامين. يا اخوان مفيش نو دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عجليتا الحقيقة سمحة إلا إن عجليتا مرة عجليتا عامل فيها ما شايفني لكن ما تضل حارقني عجليتا 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 يا أخوان دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عجليتا يا عجليتا عجليتا يا سلام على القهوة المخمج ما زجبنا زينب العرق بيجيها والبوم بيجيها بالهنا لك يا أختي اسمعي كلامي ده نحن بعد ما نشرب القهوة دي رح تاكلها حجة سلمى سلمى بري يا أختي والله لك أن قنعاني من روحك ليه في شنو مالها سلمى سلمى ما فيها مشكلة لكن والله والله ولاد عكليتة دي عينه تقع في عينك الله قال بقولك بري 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 ماله هو عينه حارة حارة بس دي فاهي تحدى العين والسحر انت عارفة مبارح أنا ماشية وراه عايلة الأمية الساعة الأمية شقت لما يكون عيد البرد وغلبني المشي بري حوالينا وما علينا حبحه انا اضرب لي مايده جينا حسن ما خلينا اكلمه بري اختي رايت عكليتا ده من ما قام معانا ما شفت عليه حاجه زي دي اصلا ولا بصدقه جاد وهو كبير انت قال عيد شنو ممكن تجيك في 10 سنوات ممكن تجيك في 20 سنه ممكن تجيك في 40 سنه ممكن تجيك في اي سنه يا اخي الطفل ده الطفل ده والله شفتي يطق عين ينشف ريقي انا اصلا ما مصدقه كلام زي ده يا اخي ما مصدق انت عبيط ولا شنو يا اخي يا اخي يا اخي لو ما بتوقع عين الزول ده يا اخي احمد داك ماشي بعجلته في امانه الله طق العمود العجله دي اتبرشمت والحجامه الدلاليه الدلاليه شايله عدتها وفي كرتونه صيني ماشي فيه كده شفتي هو ما شافها هي شافته كده الكرتون دي دش اتكسرت حته حته ما فضل فيها ولا حته يمكن صدفه صدفه يا اخي كمال كويس لو صدفه كمال صاي عربيته ماشي فيها مندي الله فجاه بس زي حالي لي كده قلت لها حالي كده العربيه دي انبرشت الاربع رسالات دي بش 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 تقول لي شنو انا غايته ما مصدقه حاجه من الكلام ده يا اخي تصدق شنو يا اخي تصدق شنو تعرف شنو يا اخي اسمعيني يا اخي اسمعيني كويس يا اخي الزول ده لا بيني لا بينه لا يشوفني لا اشوف يا حاج العمود يا حاج العمود تعجاي الله يبارك فيك يا ولدي كتر خيرك الله يبارك فيك واجبنا يا حاج تقصر يا ولدي واجبنا بالراحه بالراحه يا ولدي انا ما عرفتك انت منو انا عكليتا لا حول ولا قوه الا بالله لا تقصرني لا تشلني لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر منك قل هو الله واحد الله واحد قل هو الله واحد لا تقصرني الخر يا حاج يا حاج الخر يا كراعي لقد علي اثنين جبالك عميان وحسد كسرت وقعت في الخور
حول ولا قوة إلا بالله. الكرة عمى وكسر. جبت لها خبر طازة ودنساكي قالوا الشل. هي لكن هما قول بسم الله، قول بسم الله. السعد انت مت عماد صاحبك يا خشافة. هاي هاي صح. أهلين يا أكليتا، تفضل كيفك؟ أهلاً يا ماما. تمام؟ تمام والله الحمد لله. اتفضل كده جلال. يا أخوي هوي، أنا لسه ما شفت أي حاجة في الدنيا دي والله. إنت ما تفهمني في شنو؟ في شنو يعني؟ فهمك يا بالله، يعني عامل لي فيها رايح وكده يعني، رحلي كلها مقرطة قرد يا أخي. بعدين يا أخي يا أخي خليك بالرأفة يا أخي، خليك بالرأفة يا أخي. ما ممكن يا أخي والله، ما ممكن. أكليتا دقيقة دقيقة عليك الله، انا اشوف جلال ده اخره شنو يعني. هاي لا شوفني لا اشوفك، لا شوفني لا اشوفك. انا ما ادري اشوف يا اخوان، يا اخوان انا في الدنيا ما شفت اي حاجة. بعدين يا اخي انت لا قاصدنا يا اخي، انت الحين اللي بقول لك قرطها يا اخي. بعدين من الوسرة يا اخي شيل لك واحد يا اخي، شيل لك واحد من كل وسرة يا اخي. انا يا زول انا اشوفك لا تشوفني. يا جلال يا جلال، خليني اسمعني. ودي اختي معك، شيلها شيلها، ودي اختي معك شيلها. ما يكونوش انا واحد، انا ما فاديها، انا صغير وياي، صغير وياي والله. جلال فهمني يا اخي. تعال انا بفهم. عاد لكن يا زهرة، أنا جاي معاك اليوم ده كله كده يا اختي، أنا ما عندي شغل، عندي طبيخ. عاد تم تعمل شنو؟ خلي الدنيا تليل وامرجي. قالوا لا في برة زي الركشة. أنا أصلا مو مصدقة وده كله كلام فارغ، أنت بس ما تشتغل. معقول؟ معقول أنا عملت ده كله؟ لا 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 لا، الموضوع ده محتاج لدكتور. خلاص طيب أنا همشي معاك. أقول لك حاجة، انتظرني بس أغير وأجي. انا اكد لك انه انت ما عندك اي ذنب في اي شيء. طيب والحوادث دي؟ الناس روجوا لك انه انت عينك حارة وبيقوا مهيئين نفسيا للحاجات اللي بتحصل لهم دي. طبعا الدماغ بدي اشارات لباقي الجسم لما زول اصلا يكون مهيئ نفسيا للحاجة دي وبتحصل لهم الحاجات دي. يعني مثلا ودى الزاكي هيئ نفسه لانه اساسا حيضرب عين، ما قد الإشارة وحصل له الشلل اللي حصل. مش قلت لك يا عكليتة أنت بريء؟ والدلالية؟ الدلالية والزول اللي كان سايق الحجرة، الاثنين ديل إصاباتهم جسدية. ليه؟ لأنها كانت ردة فعل طبيعية جدا، لما شافوك اتهيئوا للحاجة وده حصل، والحمد لله إنها كانت كلها إصابات خفيفة. ألو؟ أنا مع الدكتور. لا ما ممكن، خلاص تمام. في جديد؟ قال لك اسعار العقارات في حلتنا وقع انواطة. الإشاعة عموما ممكن تدمر بلد كامل. أنا طبعا ما بقصد الإشاعة الشعبية دي، أنا بقصد الإشاعة الممنهجة والمعمولة لغرض محدد. على العموم أنا الليلة حاجة المسا إن شاء الله الحلة، وحشرح الحاصل لناس الحلة كله. لا 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 ما تجي، خذ لك اسبوعين كده وتعال. ليه اسبوعين؟ في شنو خير؟ عشان انا داري اسد لي وطا، الوطا ما وقعت وطا. عتليتا يا اخوانا في شنو؟ عتليتا دول بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. إكليتا الحقيقة سمحة إلا إن إكليتا مرة. إكليتا عامل فيها ما شايفني لكن ما الضبط الحارقني. إكليتا